22. ايه ده؟ انا سامع حد كمان جو قال لي ان هو جايب عربيه، بس الحقيقه انا مش شايفه. دي ايه دي؟ دي دوج رام 2006، وعليها ستيكر، غالبا شكله كده ستيكر بيقول لك فايبر باور، هو وفيها هود سكوب وبتاع وحركات. انا مش شايف جو. فين جو؟ تعال ندور جو فين. اهو كان مختفي. اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ اهلا اهلا، ايه اخبارك؟ دي استيكرات يا جو ولا حركات قرع ولا ايه؟ لا لا، شكلها كده. دي الفيتن. هنشوف تحت الكبوت. يعني الفيتن. كل شويه بنغير فيتن على طول. الفيتن بتاع الفايبر. الفيتن بتاع حد فيكم يعرف الفيتن بتاع حد يعرف الفايبر اصلا؟ اس ار تي 10. اس ار تي 10 ده اللي هو كام؟ 10 اسطوانات 8000 سي سي، بيطلعوا شويه حصنه مع بعض العزم. 560 تقريبا. 560 حصان. من 10 اسطوانات. من 10 اسطوانات وبتاع 710 نيوتن. مظبوط. ونقل حركه اربع. العربيه دي ليها راكتس كتير قوي، تعال نشوف ايه حكايتها. وزي ما احنا عاملها تجربه تسارع، وبالتالي انا وجو هنقعد في العربيه لان مش فارقه من وجهه نظر الوزن، مش كده يعني؟ كلها بنتكلم كلنا وجبه زياده. كانت وجبه زياده بالظبط، يعني حطينا بنزين. حطينا بنزين. ماشي، يلا بينا. يلا بينا. انا شاكك تماما. انت متاكد فيتن؟ ايوه، اصل الهود سكوب برضو هنا هي شكلها واقعي جدا. طبعا في مكانها. والشبكه الكبيره واخدين. دي واخده الاكسدام الرياضي بالظبط. لو هي دي بعينها، العربيه دي كانت واخده حاجات كتيره قوي جداً. يعني كسبه حاجات كتير قوي. طيب، هي نظريا دوج رام كام؟ 2006. 2006 وانت بتقول فيها موتور الفايبر الاس ار تي 10. خبر ابيض. افتح لنا يلا بينا. ايه ده؟ فعلا ممكن، احتمال والله. طيب من هنا بقى، ايوه في حته كده انت فتحتها. تمام. من هنا في بتاع لازم تترفع. امريكاني جدا العربيه. ايوه يا نص. لازم تدوسها. لا انت فتحت. جرب تاني. لا افتحش كده. تمام على الاخر. اوكي اوكي اوكي. عطل فني يا جماعه. استنوا. يا بس كده. يا حتى فتحه. يا نهار ابيض، ده هو الفايبر في 10 مكتوب من الجنب. اهو فايبر وبالاحمر. خبر ابيض. الموتور ال 10 اسطوانات. خبر ابيض بتاع الفايبر. ايوه تعالوا عدوا معانا الاسطوانات عشان بس محدش بيضحك على حد. ادي 1 2 3 4 5. خمسة هنا وخمسة هنا. وانا عندي خمسة هنا. عندي خمسة الحمد لله. خمسة وخمسة. يبقى 10 في 8000 سي سي. 8000 سي سي. 8100. قول لي استهلاك عامل ايه؟ استهلاك. انا جاي 10 دقايق خدت ربع تانك على طول. لا استنى، بص الاير فلتر. تعالى 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 ايمن بيصور. تعالى ايمن هاول. المفاجأة كبير قوي. ده الفلتر بتاع الفي 10 برضه. يا نهار ابيض. لا 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 لا، كل حاجه فيها، كل حاجه كبيره قوي، مبالغ فيها. مضروبه في 10. ده اصغر حاجه بس هنا بتاع مثلا الزيت بتاع الباور اب. واو. وحتى البطاريه. ايه ده؟ ايه البطاريه دي؟ لا قول البطاريه برضو عاديه، بس حاسس انها اكبر بالطبيعي شويه برضو، مش عارف ليه. كل حاجه مبالغه في العربيه. حتى ده يعني المقاسات كلها. بس السوسه شايله. وبص. بس هي محتاجه تتشد. محتاجه شده خفيفه. 2006 يا باشا الاسعار دلوقتي. لازم نديله الرزعه بقى عشان ما يفتحش واحنا ماشيين. 3 قفل. بس كده قفل. لو فتح واحنا سايقين. ده لو فتح هو هيطير من كتر ما هو تقيل. هيروح. طب تعالى نوري لهم حبه الحاجات اللي في العربيه. تعالى تعالى. عندك ايه؟ ايه اللي عندك؟ عندنا اوكي يا باشا 22. عندك فايبر باورد من هنا. اوكي حلوه قوي برضو دي كمان. والكاوتش قول لنا بقى. كاوتش يا نهار ابيض. كاوتش 305 40 305. سمك 40 في 22. اوكي يلا الرعب. يلا الرعب. 305 وزي ما انت شايف الكاليبرز. قد كده طبعا. الكاليبرز دي سنه 2006 كانت حوار يعني. اكيد ده بيجست كاليبرز فيتد على بس العربيه. بس تفتكر هتفرمل؟ عادي. العربيه الامريكاني كله ما بيفرملش. ده غير الامريكاني ليه دماغ تانية خالص بالزبط. في الاتجاهات يعني بالظبط. بيقلقوني دايما حبايبي. بس ولونها ايه بقى؟
يعني بتهيألي لو حد ما ينفعوش ما يشوفناش في العربية دي مش كده؟ يعني مقاسها يخض. طب تعالى نشوف نشوف كل حاجة هي مرعبة. طيب اوكي. الحاجة البادجيت في كل حتة. تعالوا هنا بقى، بصوا هنا من أول الباب عندك SRT 10 عشان ما تنساش، لا ده هيتنسى ولا حاجة. مظبوط. حتى العدادات بقى. أيوة SRT 10 على العدادات كمان. عشان في كل حتة، وبعدين السرعة وعلى الكراسي. وعلى الكراسي من هنا. فوق. SRT 10. تمام جدا. خلاص. كل حاجة. المسند عليه SRT 10 في كل حتة. ودي الكواد كاب مش كده؟ كواد. عشان فيها ال ال كواد كاب. الخلفي ده دوبل كابين. ماشي. امريكاني. انا كنت عملت رام قبل كده على القناه، بس دي SRT 10. لا صباح الخير، احنا جايين نجرب الموتور. هم الامريكان شاطرين في الحركه دي. مظبوط. يجيب لك ايه وحش الشاشه. طب قول لنا الوزن عشان بس الوزن بالباوند. 5600 باوند هيطلع لكم الوزن بالكيلو دلوقتي. 5600 باوند كام كيلو؟ هو 2300 وحاجه. مش مصدق يعني. انا حاسس يعني دي لو قد الاكس 6 ده يمكن عشان مش حاطين فيها بنزين. اصل انت تاخد نص تانك فيها 6000 لتر بنزين. يعني المنطقه دي لوحدها بص قد ايه. والكاوتش الخلفي 345 برضه هو نفس البروفايل. وبرضه كاليبر رياضي جدا طبعا. هي للي بيسال ده شاسيه بتهيألي بودي اوفر فريم يعني عادي خالص. واحنا عادي. وفيها من هنا ليف كمان سسبنشن. بالظبط. اقول لك شايف سبرينج ليف. ومن ورا حاطط لكم سبويلر يا جماعه عشان يثبت العربيه. وفتحتين شكمان على فكره براء جدا بالنسبه للي بيحصل قدام جدا كدا. يعني عندك SRT 10 ودول هنا ايه ده. بالظبط. طيب بتهيالي نسوق العربيه ونشوف هتعمل فينا ايه. طبعا. يلا بينا. يلا بينا. ايه اللي انت جايبه لي ده جو؟ ايه ده؟ ما هذا؟ عربيه العدادات الاس ار تي 10 في كل حته انا اتثبت. طيب اللي فيكم مركز على كاميرا العدادات، العربيه راميه مجموعه ارز، ما تقلقوش منها خالص. العربيات الامريكاني فيها الميزه انها حتى وهي فيها مشاكل هي شغاله. بالزبط. يعني حاجات عبيطه يعني، ومديه فرامل محتاجه تتغير او مديه سنسورات كلها. وزي ما باشا انت عارف الدنيا دلوقتي الحاجات ليميتد قوي اللي موجوده ليها. فعشان كده الدنيا كل شويه يعني صاحبها بصراحه كل شويه بيظبط حاجه. اوكي. اول حاجه برضو تاخدوا بالكم منها، احنا حاليا ماشيين على 120. اوكي. لان العدادات السوداء اللي قدامكم دي بالميل. اوكي. ميل في الساعه. السرعه محدوده ل 160 ميل. العربيه دي كانت لما طلعت في 2006 كانت واخده القاب اسرع عربيه مش عارف حوالين فين وايه. واحكي لي عن البنزين، ادينا شايفينه اقل من النص. يعني بص عليه دلوقتي وبص عليه كمان خمس دقايق. ده اللي انت محتاج تعرفه. بس كده. بقى ندي لها كيك داون، لازم تدوس للاخر خالص. يا نهار ابيض على الصوت. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. يا لهوي. الصوت والموتور. يا لهوي. اربع نقلات اوتوماتيك على هذا الوحش. ها؟ كانت محتاجه 50 نقله العربيه دي. دي حقيقة. بس صباح الاتزان. امريكاني جدا جدا. رهيبه. ولا دقه عجله القياده يا جماعه مفيش دقه. وضعه مفيش دقه. مش عارف يعني انا عملت كده العربيه ما راحتش في اي حته. بص بص امريكاني كده يحب يبقى كامفي. مستريح. تقعد كده. وبعدين بص انا اصلا مش طايل جو. كنت بقول له في الاول ممكن تشغل الكاميرا عشان انا مش طايلها. بعيده قوي. المسافات مرحرحه في العربيه قوي. هي العربيه دي ما شاء الله يعني مسافتها حاجه تانية. حتى احنا قاعدين جوه الموضوع وحتى واسع السرعه جدا. يعني احنا قاعدين في انتريه حضرتك. بنتكلم. لا وبلف البتاع بهذا الوحش الكسر على 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 80 كيلو في الساعه عادي خالص. جدا ما فيهاش مود رياضيه يا جماعه. هي كلها اول ما بتدوس الرياضه بتيجي. وفي الملفات بقى هايله جدا يعني. هايله هايله رهيبه رهيب. حلوه على فكره. سويتها حلوه بخلاف ان التوجيه ضايع وفيها كام حاجه محتاجه تتظبط. سويتها حلوه قوي. بس هو اصلا ان انت يبقى ليك شرف ان انت تجرب الاس ار تي 10 بتاع الفايبر ده. ده شرف في حد ذاته بصراحه. بالزبط. كان موتور جبار يعني. اوكي بصوا الامريكان 8000 سي سي وبيطلع 500 وحاجه حصان. ارقامهم كده. بس ال 500 حصان صح. والعزم بتاع الامريكاني 700 وايه؟
700 وشويه برضو، هي ارقام النهارده بتقولنا عادي يعني الارقام دي انا عارف. بس صوت الموتور هنسمعكم صوت الموتور اكيد قبل ما نتسارع، لانه هو صوته حكايه، بس نديلها اخر تجربه. يا لهوي بجد ده طرب يا والاند والاندلس باور. القطر القطر الطبيعي بتاع الموتور الناتشرال بيروح يفضل يروح الار بي ام يعني واخد راحته خالص. يعني احنا كل ده في 4.5 600 4700 واحنا كسرنا ال 200 بحبه حلوه. انا مش عارف احنا عاملين ايه بالظبط صراحه. احنا كده 140 ميل بتلعب لا وغالبا الكاميرا هتقع برضو يا جماعه عادي خالص ما تقلقوش انتوا معانا. احساس عالمي. مش عارف ايمن بيعمل ايه ورا. ايه اخبارك يا لا والعربيه عريضه واخده حاره ونص يعني مهما صدرتها براحتي الصراحه. انت واخد حاره ونص ليك مكانك مركزك مالي مركزك. وحش بس الفرامل مفيش فرامل الامريكان الفرامل عندهم بينسوها بتبقى تحس الميزانيه خلصت. انا حاسس انا خايف على الجولف الصراحه اللي كان هنا كنت خايف بجد اخش عليه الطياره لو غلطت اصل الدقه مش عاليه فممكن عادي اكثر شويه هو هوبا ومش هحس ليه المشكله. احنا ممكن نحطه في الشنطه ورا على فكره عادي يعني الموتور هو معلش انتوا عارفين انا بحب الجولف ازاي يا جماعه بس المقاسات هنا مختلفه خالص. انا ما قلتلكمش طول العربيه اكتر من 5 متر يعني اكيد صح. وتكيفها برضو مش شغال قوي فاحنا فطسنا النهارده جا درجه ايه 24 النهارده قال لك الاسبوع ده كله موجه صيفيه جميله فوق ال 29 وانت طالع رهيب متع بقى بالجو. لا لا ايه ده ايه ده بس تفتكر بعد كل ده التسارع هيبقى عامل ايه بتاع الاربع نقلات؟ على فكره هو على الورق زمان كان بيقول لك انت يعني بتتكلم في 6 ثواني يعني انا بالنسبه لي لو حتى 7 ده يبقى اكسلنس بس لازم نسمع الجماعه 2006 واحنا النهارده 2023 يعني احنا بنتكلم برضو فوق كتير. بص كام سنه يعني 17 سنه لا كتير طبعا كتير بس هي المواتير مش بتحتاج يعني لا التصميم يعني بتاعها مش قصه كبيره يعني طالما الحاجات الاساسيات الزيت والحاجات دي اون تايم والبوجيهات وكده العربيه الموتور يقدر يستحمل طبعا. والامريكاني بدائي جدا كمان في الميزه ان هو بدائي يعني مفيش تعقيد كتير هو كده سهل مش هتاخد اكتر من كده مش كومبليكيتد بالظبط. طيب نجرب التسارع انا وجو في العربيه عشان انا مش حاسس ان احنا بس التوب سبيد هناك مش هنقدر اشتغل عليه عشان عشان دي بص مش هتقع في مطب صناعي نخش نبقى ستيكر نبقى بوستر هناك على ال تعال نجرب. نسمعهم صوت العربيه لازم ما تدلنا كده كام راف وانا يلا بينا. انا هضحي بوداني واقف جنب يعني مش عاملين حاجه سبيشال ده عادي خالص كده ناتشرال طبعا انا بخاف قوي من اللقطه دي يا جماعه. ادلنا جو ديني لا لا قلبي تمام. العربية من جوه بتتهز ويمين وشمال وكل حاجة بتلعب عليه تقل الصوت ده جدا في حتة تانية جدا. نجرب التسارع يلا بينا وانت اتفرم يلا بينا. طيب تعالوا نجرب التسارع والفرامل في نفس الوقت تجربة الفرامل تجربة الفرامل عدلها بوست برضو. صباح الهبل رجلي على الاخر خالص يا جماعة 7.36 احنا هنجرب يا جو هنجرب امسك بقى ايوه امسك كل حاجة عندك لا 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 مفيش خالص والله 7.36 على 2 طن وحاجة انا وانت مش فارقة بس احنا الاتنين وزننا خفيف احنا وزننا معلش يا جماعة بواحد امريكاني تقريبا برضه امريكان اوزانهم مش قليلة احنا بنعزكم اي بس برضو انتوا عندكم اوزان احنا 140 كيلو على بعض يعني صح. كمان مره يلا بينا الكاوتش الممسوح نحسن يلا بينا. صباح الفرد طالع بالجنب يا نار لا لا وهيست شويه بقى دي هتطلع طالعه وحشه قوي يعني دي مش هتحصل 8.42 بس عشان في شويه رمله شفتوا طلعت ازاي احنا طالعين بالجنب كده ده مبدئيا
بس انا كنت عارف انها هتعملها اصل هم فيهم الحركه النادله دي. لا بس انا راضي ب 736 وحش. انا اوكي يعني اوكي. موتور شامم ريحه الفرامل. مش عارف يا فرامل يا طنابير، بس هي فيها الفرامل محتاجه تتغير في العربيه يا جماعه، دي حقيقه يعني. بس فرملت وسخنوا قوي عشان كده كانت في الاخر واحنا جايين هنا بتزحف يعني. بالظبط، والجو حر. والجو حر وبس يعني 736 حلو قوي طبعا. اربعه اوتوماتيك يعني. بص هم الامريكان مختلفين حبايبي، مختلفين. حاطين موتور 10000 لا 8000 سي سي في 10 على اربع نقلات اوتوماتيك. طبعا وقتها الجيل ده يعني الخمسة اوتوماتيك كان نادر، والامريكان كانوا بيحبوا الاربعة اوتوماتيك، كان عادي جدا. صح. جو تجربة لذيذة معتوها. وجابت المية على فكرة على الغيار التاني يعني. الاولين احنا جايبين لغاية مثلا ومن هناك 70 ومن هناك مثلاً. يعني احنا الطلعة دي احنا قمنا كده، احنا قمنا بالجنب اصلا. بالجنب رايحة بالجنب كده لقدام. عشان انا افتريت شوية في البوست بس قلت نجرب. صح. لميناها الحمد لله. صح الحمد لله. طيب. نشكر صاحبها جدا. راجل في منتهى الذوق بصراحه. لذيذ قوي انه يجيب لنا العربيه. قال لي على طول اتفضل، بيشوف حاجاتك بيشوف حاجاتي. يلا بينا نشجع كل الناس تعمل كده يعني. يعني استعملنا بنزين مثلا ب 200 جنيه انا هحط له بنزين عشان بس يبقى اقل واجب، عشان اقل واجب يعني برضه يعني نعرف وترجعها له كمان. لا طبعا رجعها له زي ان شاء الله احلى. تمام ماشي. لو عجبكم الكلام ده شجعونا واعملوا لايك وسبسكرايب. وجو هيجيب لنا عربيه جايه برضو غالبا هتبقى كده ايه اللي هي مديه على مونستر تراك شويه غالبا، هنشوف. ما تقولش بقى ما نحرقش السبرايز. مونستر بس مش هنقول هي ايه عشان في محب كتير. نص مونستر. ماشي شكرا. اعملوا لايك وسبسكرايب لو عجبكم المحتوى ده عشان تشوفوا فيديوهات تاني زي دي. يلا سلام.